الحمد لله الحمد لله حمدا خالدا مع خلودي، والشكر لله لا دائما مع دوامي، والصلاة والسلام على أفضل البشر وسيد يوم العشر، والمفتاح لجميع أبواب الخير والمغلاق لجميع أبواب الشر، صلاة لا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسوله، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى